الرحيم، متواجدين حاليا في منطقة كليتلي، طبعا داخل مجمع سكني تشطيب راقي جدا. احنا الان في الطابق الثاني، رقم الشقة 3. مثل ما انتم شايفين عندنا الغاز الطبيعي موصول للشقة، والعمارة فيها مصعد، طبعا فيها جميع الخدمات، مواقف سيارات العاب اطفال، حدائق، جلسات عائلية، بالاضافة الى حراسة امنية وكاميرات مراقبة. اول ما ندخل عندنا ما شاء الله المدخل الشرح زي ما انتم شايفين. مساحة الشقة 170 متر مربع، وهي عبارة عن 3 غرف وصالة فيها 3 دورات مياه. طبعا البيع بالأثاث مثل ما انتم شايفين، هذه الصالة أثاث جميل جدا، وميزة الشقة انها على واجهة لها اطلال على البحر. وأسفل الشقة عندنا ماركت، طبعا المنطقة نفسها فيها عدد 2 ماركت مثل ما انتم شايفين. هنا الصالة لها مخرج للبلكونة الأمامية، راح نشوفها الآن. هنا الواجهة الأمامية، طبعا ميزتها الواجهة بالكامل قزاز، طبعا قزاز عازل مثل ما انتم شايفين. عندنا هنا هذا الشارع الرئيسي تقريبا 500 متر عن الشارع الرئيسي، وهذا البحر أمامنا مباشر. طبعا هذه الإطلالة موجودة على طول. نطلع البلكونة، هذه البلكونة الأمامية، مساحة كبيرة وشرحة، وجامل بلكونات راكبة طبعا مع إمكانية فتحها بالكامل أو إغلاقها. وهذه الإطلالة طبعا عندنا ماركت هنا، شوف ماركت بضائع مخفضة، ممتاز جدا يخدم المنطقة. طبعا البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة مثل ما انتم شايفين. هنا المطبخ دواليب فيها راكبة جاهزة. هنا عندنا مدخل الشقة، وعلى اليمين مدخل الصالة. طبعا هذا الممر أيضا ممر شرح. هذه الغرفة الأولى، مساحة الشقة 170 متر مربع مثل ما ذكرنا. هنا عندنا دورة المياه الأولى، طبعا عربي مع إمكانية تحويل الأفرنجي أكرمكم الله. وهنا دورة المياه الثانية، طبعا فيها جاكوزي. وعندنا هنا الغرفة الثانية، أيضا مساحة كبيرة. وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية. طبعا عندنا هنا الدريسنج روم مثل ما انتم شايفين، وعندنا دورة المياه الخاصة، بالإضافة إلى بلكونة خلفية. هذه البلكونة الخلفية تابعة لغرفة النوم الرئيسية. طبعا هنا عندنا مثل ما انتم شايفين الخدمات اللي هي مواقف السيارات، ألعاب الأطفال، مجمع سكني جميل جدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.